في أشواط مساء هذا اليوم الخاص هذا الشوط بالبكار الثنايا المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ الذي تنطلق برفقة الأخوة المضمرين في 8 كيلومترات بحثا عن الفوز وعن الناموس. هذه الانطلاقة بدت قبل قليل ونسير إلى المركز الأول الذي تتصدر المجموعة فزعة فزعة مشاهدين الأعزاء على رأس حربة هذا الشوط ولا تيجان الذي تتصدر تيجان على مقدمة هذا الشوط تقود مساري هذا الشوط بجدارة تحمل شعار هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي الذي يقود تيجان على مقدمة الشوط بإنجازاتها وتحدياتها الجميلة وانفراداتها من البداية عن المشاركات. نقل على المركز الثاني ونشوف ثاني المراكز التي تتواصل في هذه الأسماء وهذه الشعارات. هذه تنطلق على المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني تتقدم الدهمة وتنطلق على المركز الثاني لاسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان يضمرها الصادق بن فضل الأمين بينما تأتي في المركز الثالث مختارة لاسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عتيج بن سالم بالعرطي الحميري تأتي في المركز الثالث في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق على الثلاث المراكز الأولى اللي باعدت واللي انطلقت مع هذا الاندفاع ثلاثية جميلة على المراكز الأولى. نشوف المركز الرابع وهذه الذي وصلت مياسة على رابع المراكز لاسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سعيد بن عبيد الحميري يتقدم في تضميرها على رابع المراكز. أما المركز الخامس هذه المركز الخامس فزعة من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي والمركز السادس وصلت له وتقدمت له على المركز السادس هذه غاية تعود ملكيتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني يضمرها سالم بن عامر المدهوشي الذي تنطلق في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الشيق والجميل. هكذا مشاهدين الأعزاء الأسماء المشاركة الأسماء المنطلقة في هذا الشوط. دعنا إلى حضراتكم النداء الأول للعشر المراكز الأولى في شوطنا 13 من ثم نعود إلى المراكز الأولى في هذا المسار. عودة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المراكز الأولى إلى الانطلاق الأول في هذا المسار وتيجان على رأس حربة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله على ما تقدم تيجان على مقدمة هذا الشوط وهي تنطلق بالمركز الأول بدون منافس على الإطلاق لتحمل شعار هجن العاصفة في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق وتباعد عن المشاركات وتنفرد انفراد كلي بالمركز الأول وتصبح بدون منافس على الإطلاق من البداية. هذه تيجان مشاهدين الأعزاء بإنجازاتها بانطلاقتها الجميلة بانفرادتها الذي تقرد على ركب المقدمة بدون منافس على الإطلاق. تيجان وشعار هجن العاصفة المتعود إلى هذا المكان مع تيجان ومع بقية المشاركات الجميلة غياث الهلال يقودها في التضمير بينما المركز الثاني تتقدم على ثاني المراكز في هذا الانطلاق. الدهمة تأتي في المركز الثاني تعود ملكيتها لسمو الشيخ محمد
تتقدم على المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين، تتقدم على ثاني المراكز، بينما مختارة في المركز الثالث تتقدم مختارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المتمرس في التضمير، عتيج بن سالم بالعرطي يقودها مضمرا مع المركز الثالث في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع، في هذه التحديات ثلاثية ما بين الثلاث المراكز الأولى اللي انطلقا اللي اندفعا في هذا المسار. أشوف المركز الرابع مياس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقودها مضمرا في هذا المسار على المركز الرابع. أما المركز الخامس تتدخل في فزعة من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي في هذا المسار، بينما تاتينا هناك وتتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع وصلت في هذه اللحظة غاية، غاية تعود ملكيتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، يضمرها سالم بن عامر المدهوشي. يا سلام يا سلام، هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط في مساره وتحدياته الذي تنطلق بهذا الشوط وبهذا الاندفاع. هذا الشوط المتناثر على أرضية الميدان المنطلق في هذا الاندفاع، ما شاء الله يتيجان، يرت الشوط يرت الشوط، سارت بسرعة الشوط من البداية على الكادر العلوي في هذا الرقص، في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الجميل. تيجان العاصفة تتقدم على المركز الأول، تقدم كل ما هو جميل وكل ما هو رائع على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، في هذه الأمسية الجميلة، أمسية التراث، أمسية الأصالة في عالم الأصالة، في ميدان الأصالة، في ميدان المرموم، الميدان الذكي الذي يقدم هذه الانطلاقات. حضر التحفة ميادين السباق ليفحلها وامها ماضي سبوق، من لصايل لي ملامسهن رقاق، عينها مثل المشوش للنشوق. يا سلام، هات هات هذه النوعية هنا في ميدان المرموم، ويكون الرقص مع الكبار، مع تحديات الكبار. وهذه تيجان على شاشة التلفزيون مع مخرجنا على الكادر العلوي، تنفرد بالمركز الأول، تنفرد بانطلاقة هذا الشوط وتندفع بالمركز الأول، تنفرد تنفرد بالسبق من سن الفطيمة، وكل ما كبرت كبر مخزن هواها. يا سلام، هذه تيجان، يا تيجان من هجن العاصفة يقودها في التضمير غياث الهلالي، يقود هجن العاصفة وتضميرها غياث الهلالي في هذا أي الاندفاع وفي هذا الانطلاق بدون منافسة على الاندفاع الأول والانطلاق الأول. ادهمة تأتي في المركز الثاني، ادهمة تنطلق على المركز الثاني على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين، يقدم هذا الاسم التراثي الجميل الذي قدم مع هذا الشعار الانجازات والتحديات. المركز الثالث مختارة، مختارة على المركز الثالث ما شاء الله بشكلها الجميل بانطلاقتها الرائعة، مختارة 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 من اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري يقودها في التضمير في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، غادرنا في هذه المسافة لبوابة العبور وانطلقنا مع هذا الاندفاع والانطلاق الجميل على أرضية هذا الميدان وهذا الاندفاع الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله.
عودة إلى المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق. يا سلام، بدأت التحركات، بدأت التغييرات مع الألف وميتين، بدأ التحرك ما شاء الله، وبدأ الانطلاق من الدهمة. الدهمة غيرت إلى مقدمة الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان الصادق بن فضل الأمين، يقودها مضمرا في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. المركز الثاني مختار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي، يقدم مختاره على المركز الثاني على الانطلاق في المركز الثاني بهذا الاندفاع والتقدم الجميل في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام، الثنتين في هذا التحدي انفردا عن بقية المراكز، انفردا عن بقية المراكز، ولكن الدهمة سيطرت ما شاء الله بخفتها بانطلاقتها في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. الدهمة تنطلق على المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يضمرها الصادق بن فضل الأمين، تندفع بالمقدمة، تنطلق بالمركز الأول في هذه التحديات بهذا الاندفاع القوي. 400 متر الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة، ولكنها الدهمة بدون أوامر حتى هذه اللحظات. عرضها تلقائي، انطلاقتها جميلة. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان وللصادق فضل الأمين من اللي قاد الدهمة في تضميرها. لحظات الوصول، لحظات التحديات الجميلة في هذا المساوى في هذه التحديات، هذه اللقطات الأخيرة والتحديات الأخيرة، هذه لحظات وصول الدهمة إلى خط النهاية. معلن الفوز وناموس، تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، وتهانينا للصادق بن فضل الأمين على فوز الدهمة بالمركز الأول ولحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني مختارة تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث وصلت فيه فزعة من هجن العاصفة، والمركز الرابع نعود إلى التوقيت الزمني، وهذه اللي هي الدهمة قطعت المسافة في 12 دقيقة و59 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، وتهانينا للصادق بن فضل الأمين على هذا الفوز، بينما وصلت مختارة في 13 دقيقة و4 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية لعتيج بن سالم بالعرطي الحميري. فزعة وصلت في المركز الثالث، قطعت المسافة 13 دقيقة و6 ثواني 6 أجزاء من الثانية من هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لشوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، وشوطنا هنا المنطلق بهذا التحدي الجميل الخاص أيضا بالإبكار المهجنات الأصايل. شوط الختام بهذا الأداء المميز الجميل لهجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق المميز. نتابع معكم المسيرة، نتابع هذا الانطلاق، ونتابع الصدارة وأبراج من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول المنطلقة على الصدارة هنا من هجن العاصفة.